السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غنقدم لكم واحد الحلوى اقتصادية بمكونات بسيطة وكتجي زوينة ولذيذة، نتمناكم تجربوها. عندنا ربع ديال الزبده تكون في حراره المطبخ وتكون نوعيه جيده، ما تكونش قاسحه بزاف، الا كانت قاسحه بزاف غتعذبنا في الخدمه. عندنا ربع ديال الصفر ديال البيض، وداك البيض كنحتفظوا به للتزيين. عندنا 125 غرام ديال السنيده تكون رقيقه، لما كانتش رقيقه كنغربلوها في الغربال، وداك الرقيقه هي اللي كنخدموا بها. و 125 غرام هي كاس ديال العنبه تقريبا ديال السنيده. عندنا 100 غرام ديال الزبيب اللي مسحناه مزيان وقطعناه على ثلاثه. 100 غرام ديال الزبيب هي كاس ديال العنبه. عندنا 500 غرام ديال الدقيق مغربل، يكون نوعيه جيده، ما تخدموش بداك الدقيق العادي. 500 غرام ديال الفورص هي 4 الكيسان ونص ديال الفورص ديال العنبه. عندنا قبيصه ديال الملح ضروريه، هذه ما تنساوهاش. وعندنا صاشيه ديال الفاني، وعندنا خماره وحده ديال الحلوى مغربله، وعندنا 100 غرام ديال الزيت، يعني كاس ما عامرش. نبداو على بركه الله. دابا غنديروا الزبده، الزبده بوماد، تقدروا ديروها في العجان، تخلطوا في العجانه ولا بالايد ولا المهم في قصريه ولا اناء. انا غندير في هذا الاناء، ما تكونش ثاني الزبده سايحه بزاف بحال الزيت، لا ما تخدموش بها، خاصها تكون بوماد على هذا الشكل. عندنا السنيدة، دابا غنزيدو الملحة وغنزيدو الفاني. دابا غنخدمو الزبدة مع السكر، ضروري تخدموهم من الأولين. تدخل مزيان هاديك السنيدة بالزبدة، شتي كيفاش كتولي؟ كتولي بحال الفرماج. كتجي زوينة هاد الحلوة، غير جربوها. ومبروك عيدكم مسبقا. دابا غنزيد صفر ديال البيض، ربعة ديال صفر ديال البيض، وغنخلط. زد الزيت وغادي نخلط. زدت كاس ما عامرش، 100 غرام ديال الزيت. غنزيد دابا الزبيب، ضروري تخلطوا كلشي. دابا غندير الدقيق، دابا غنديروا الطحين، وغنديروا خمارة، وغادي نخلطوا. الطحين
الطحين ديرو بشويه بشويه واخا يكون بالعبار، ما عمركم ديرو الطحين في مره، حيت بعض المرات الطحين كاين اللي كيشرب وكاين اللي ما كيشربش. دائما بشويه بشويه، والفوز ضروري يكون نوعيه جيده، ما تاخذوش هذاك الكحل حيت ما كيجيش زوين في الحلوه. هزت لي نص كيلو، هذا هو القياس ديالها. هذا هو الشكل ديال العجينه، خاصها تكون رطبه ملي نكوروها، ما تكونش قاصحه، يعني نقيسوها رطبه. بالنسبه للتزيين عندنا بيض ديال البيض، وعندنا كاوكاو مهرمش اللي كنهرمشوه وكن ضروري كنغربلوه باش ما كيبقاش هذاك الغبره ديالو، حيت هذيك الغبره كتخسر الحلوه. بغيتو ديروا كاوكاو ديروه، بغيتو ديروا اللوز مهرمش حتى هو وتغربلوه ديروه، لكم اختيار. وعندنا فانيا، كناخذوا هاد فانيا كنديروها في البيض ديال البيض باش ما كتبقاش هذيك الزفوريه ديال البيض، وكنخلطوا. دابا غنكورو العجين، انا كندير 20، نتوما بغيتو تعبروا عبروا، ما بغيتوش بلاش، ماشي ضروري تعبروا. نبقاو مستمرين على الطريقه حتى نكملوا الكويرات ديالنا. بعد ما كورنا العجين دابا غنغطسوا في البيض ديال البيض، غنغطسوا الكره بحال هكا في البيض ديال البيض ونديروها في كاوكاو، كاوكاو ولا اللوز اللي عندكم، غير هو ضروري تغربلوه باش ما كيطمش هذيك الحلوه. الكره واخا ما تجيش مقاده ماشي مشكل، حيت العجينه رطبه. شو غنبقاو مستمرين على هذه الطريقه، نضيف ابيض البيض وغادي نديرو كاوكاو.
غنبقاو مستمرين على حلقه تنكملوا العجين وغنشعلوا الفران على 180 درجه. منين بغيو ندخلوا الحلوه نديروها على 150 درجه باش تطيب على خاطرها. هذا هو الشكل ديال الحلوه بعد ما كملناها. دابا غندخلوها للفران اللي سخون على 150 درجه. هذا هو الشكل ديال الحلوه بعد ما خرجتها من الفران. هذا هو الشكل النهائي ديال الحلوه ديالنا بعد ما طابت. كتجي زوينه ولذيذه، نتمنىكم تجربوها.